منشطات الصحف بنبدا بيها الساعة الثانية والأخيرة من صباح قلم ونشوف يوم 18/9 طلعتنا بيه ايه الصحف النهاردة. نبداها من المصري اليوم والصفحة الأولى، وفي صورة هتشوفوها إنه آلات الحفر بتعبر أنفاق القناة إلى سيناء، وكاتبين مبروك المكان عدى. حاجة حلوة جدا، ألف مبروك المكان عدى. بالأرقام ولاء احنا بنتكلم على 75% من أعمال النفق الجنوبي مثلا تم الانتهاء منها، يعني في حجم إنجاز وتطوير. فاضل كيلو واحد من عشرة بس. بالظبط. فصورة مشرفة، والآلات الحفر تعبر أنفاق القناة. طيب نروح من المانشيت من يوم السابع، هنكون برضو مع حضراتكم في يوم السابع، معانا مجموعة من الحوارات مع يعني مسؤولين. أول حوار معانا في صحافة النهاردة مع وزير المالية أجراء الزميل أحمد يعقوب في اليوم السابع. نقرأ لحضراتكم كده سريعا أهم التصريحات اللي أدلى بيها وزير المالية لليوم السابع. مصر ضمن أسرع 10 اقتصاديات نموا في العالم خلال 5 سنوات. السيد عمرو الجرح وزير المالية بيؤكد أنه 11.5 مليار دولار تدفقات نقدية قادمة خلال 9 أشهر، 20 مليار دولار استثمارات متوقعة للأجانب في أذون الخزانة بنهاية العام المالي الحالي، وطرح حوالي 15 مليار يورو سندات قبل نهاية 2017. لا وكمان لو كملت بقى الخبر اللي اعتقد ناس كتير هتتبسط منه، انه بيقول بيتوقع تراجع التضخم ل 15%. احنا كنا امبارح او من يومين تقريبا كنا بنتكلم في نفس الموضوع بنهاية السنة المالية الحالية اللي هي في 6/2018، واسعار الفايدة المرتفعة دلوقتي هتنخفض تدريجيا. الفايدة في البنوك اللي هي قريبة من 20%. طيب نروح لخبر تاني اليوم السابع برضو صفحة 8، وحوار لوزير التجارة والصناعة طارق أبيل بيقول لا توجد مفاوضات لعمل اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا. وبالمنشط العريض مكتوب مليار دولار استثمارات من شركة غزل ونسيج صينية في محور قناة السويس. صح. وبنسير في الاتجاه الصحيح والدين العام في الحدود الآمنة وارتفاع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة. جميل. يعني الوزيرين ليهم حوارين في نفس العدد. صح. ومعنا حوار كمان في وزير تال، وزير الكهرباء السيد محمد شاكر، والمره دي من صفحات الدستور. وزير الكهرباء مديونيات الجهات الحكوميه 10 مليار و594 مليون جنيه. احنا كنا بنتكلم امبارح في فقره انقطاع التيار الكهربائي او شرطه الكهرباء. الدوله يعني وزاره الكهرباء عايزه من مؤسسات الدوله 10 مليار و594 مليون جنيه، رقم كبير جدا رايح كده على خزانه الدولة لتأخر في سداد المديونيات. وزير الكهرباء بيقول إنشاء أول محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية بالسويس، وده اتجاه جديد في إنشاء محطات الكهرباء. بيأكد كمان تحديث استراتيجية الطاقة لعام 2035 لتصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 37%. كمان بيتكلم إنه نسبة الفقد في التيار بلغت 11% من إجمالي الطاقة المنتجة. 11% دول فقط ممكن نوجههم لمشروعات التنمية لو حاولنا أو حافظنا على الطاقة الانتاجية من الكهرباء عندنا كل سنة. صحيح. نروح للوطن الصفحة الأولى بتقول إن الحكومة بتدرس بيع حصصها في 290 شركة للقطاع الخاص. مصادر بتقول لجان لتقييم الأصول ورؤوس الأموال، وحجازي بيقول إن القانون بيعطي الشركات حق بيع الحصص. ودي صورة فيها وزير قطاع الأعمال بيتجول في إحدى شركات الغزل والنسيج. نروح للمصري اليوم، وتحقيق صادم جدا للزميلة غادة عبد الحافظ. القمامة تحاصر أبناء الدقهلية والمسؤولون غياب. الصور طبعا زي ما احنا شايفين صور صادمة جدا، مقلب صندوق جبل من القمامة على مساحة 8 فدان. شكل طبعا يعني ده ليه أضرار بيئية وصحية وأضرار على صحة الناس اللي هناك. فنقرأ كده في التحقيق، الأهالي بندفع مقابل خدمة لكن ما بنحصلش عليها، وده اللي بيتكرر على فكرة مش بس في الدقهلية، في أماكن كتيرة جدا. صحيح. بندفع فلوس لخدمات جامع القمامة لكن ما بنلاقيش
مفيش الخدمة المقابلة. رئيس الحي بيقول ليس لدينا معدات كافية، مشكلة في المعدات. المحافظ في التقرير بيسأل وبيرد بيقول لا نستطيع مواجهة الأزمة دون مشاركة مجتمعية، لازم الناس تشارك، وأسندنا جمع القمامة من المنبع لشركات متخصصة. ملف مهم وتحقيق مهم. شركة القبضة للنظافة اللي هتجمع تحتها كل الشركات، بس مش عارفين الكلام ده هيبدأ امتى، احنا بنسمع بس. طيب نروح لليوم السابع صفحة 7، والأسبوع الجاي مكتوب إطلاق الجيل الرابع للمحمول في السوق المصرية رسميا. طيب ألف مبروك. حلو، المنافسة حلوة برضو. صحيح، ده بيقول إن في جيل تاني كمان جيل بعد كده جديد، وكل شركة هتنافس الشركة التانية عشان تحصل على الرخصة دي. الرخصة. طيب نروح لإنفوجراف. متعودين كده دايما في صباح علم بنحاول نجيب حاجات كده من الصحافة، إنفوجراف وشوية أرقام ليها دلالات مهمة. المرة دي الإنفوجراف عن فاتورة استيراد اللحوم والدواجن في مصر. ارتفاع الأسعار السلع تراجعت فاتورة استيرادها بأرقام يعني زي ما احنا شايفين 56%، الدواجن 12%. نتمنى الأرقام دي تنعكس على الواقع في الحقيقة، يعني يبقى في تراجع الاستيراد لكن الأسعار تبقى منضبطة في الشارع، وفعلا يبقى الفاتورة دي تصب في مصلحة الناس. احنا عايزين اي حاجة لها علاقة بالأسعار نسمع تراجع، عايزين نسمع تقدم او اي حاجة. طيب المصري اليوم صفحة 16 بيقول حيل اولياء الامور لمحاربة غلاء شنطة المدرسة. قالوا هنعملها بايدينا يعني. طب ما نغششهم كده نقول لهم بتعمل ازاي، نقول لهم الناس ازاي ممكن تخيل يعني هي زي ما شايفين بالصور. بتجيبي بعض الادوات في تصميم الشنطه، قطع قماش ملونه، وواجهه الشنطه بتبقى قبل التزيين وبعد التزيين زي ما احنا شايفين، بيتم الحياكه بتاعتها. طب انا عايز اعرف يا محمد، بما ان انت اكيد ليك خبره، هو انت الشنطه لازم تجيبها كل سنه؟ لا هو بصي يعني لازم نعود ولادنا يعني. مع الاوقات دي لا الشنطه تقعد معاكم 5 6 سنين. هات حاجه جامده متينه كده تقعد معاك لحد الجامعه، ايه المشكله؟ بس المشكله ولا في ايه، انه الاجيال الجديده عايز يغير كل سنه، يعني كل سنه بتلاقي اشكال جديده، تلاقي مثلا ابنك او بنتك بيقول لك لا لك لا ده مش عارف يا بابي ايه اللي اتعمل، فعايزين يجيب حاجه ثانيه. فاهمه؟ كان فيه وخلص خلاص، كان فيه كان زمان خلاص. طب نروح لخبر مهم جدا النهارده، حتى ولاء قالت في اول حلقه المؤتمر اليورو ماني، وانت مهتميه بالاقتصاد دايما يا ولاء، في قانون الاستثمار الادوات الماليه الجديده وخطط الاصلاح ابرز العناصر في اجنده الحكومه في اليورو ماني النهارده. الخريطه كده سريعا نقول لحضراتكم، ده طبعا مؤتمر اقتصادي مهم جدا، ان اليوم الاول النهارده هيبقى في جلسه بعنوان يورو ماني في حوار مع الحكومه المصريه، هتشارك فيها الدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد عمرو الجرحي وزير الماليه. دي اولى جلسات اليورو ماني صحيح النهارده. باذن الله، واحنا طبعا اكيد هنتابع معاكم يعني في نشراتنا الاقتصاديه اللي انا هقدمها. شوفوا ولاء مع النشره الاقتصاديه، انا اكيد هتكلمي معانا النهارده. ده شور، ده اكيد هيبقى على راس النشره.